إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخواني؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. أول شيء اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. أرجو يا أحبابي الاشتراك في القناة والانضمام إلى عائلتنا، عائلة يوسف محلي للمعلوميات، والضغط على لايك وتعليق إن شاء الله، لأن التعليق يعني لنا الكثير إن شاء الله، لنستمر إن شاء الله في نشر الجديد وفي نشر المزيد إن شاء الله. معنا اليوم إن شاء الله أفضل موقع اختصار روابط مع يعني طريقة الاشتغال به ليجني بعد الدولارات إن شاء الله للمبتدئين، يعني لشحن حسابهم باي بال ويعني كسب المال. سندخل إن شاء الله إلى المواقع التي سنشتغل عليها، ومن بين هذه المواقع هذا الموقع الرائع صراحة الذي يعني يتمتع به مستوى رائع في الدفع يعني، ويدفع لبلدنا نحن المغرب يعني ثمن رائع وللدول الأجنبية بالأخص. وأعتذر إخواني لأنني مريض يعني صوتي لا يعني لا يتضح، كما ترون أن المغرب $10 CPN يعني مرتفع للدول العربية، والمملكة العربية السعودية $12 يعني، وفرنسا $15 يعني، وسبين يعني يتمتع بجرافيك عالي يعني، وهي طريقة تسجيل تدخل الاسم والايميل والباسورد وتعيد الباسورد وتضغط هنا يعني بدون كاباتشا بدون اي شيء. انا يعني راني فاتح حساب هنايا، ندخل مباشرة باش الفيديو ما يطولش. كما قلت لكم طريقة سهلة يعني، و يمتاز يعني برابط إحالة، يمكن أن تربح من رابط الإحالة للموقع، يعطيك نسبة مئوية يعني. وكما ترون بالنسبة لقضية السحب تضغط هنا عندما يعني تصل إلى العدد المطلوب يعني، كما ترون يعني قالك عندما يصل حسابك للحد الأدنى للمبلغ أكثر يعني يمكنك طلب أرباحك بالنقر فوق الزر أعلى، تضغط هنا وتسحب المال يعني. وطريقة الاشتغال في هذا الموقع يعني سنحتاج إلى هذا الموقع الثاني الذي سنسجل رابطه يعني أسفل الفيديو في الوصف، مثلا لأصحاب القنوات الذين يريدون يعني لوجو إلى قناتهم يعني، أو انترو او شيء من هذا القبيل يعني، هناك انتروات جاهزة يعني، و اللي بغى شي واحد يعني انا نهديه ليه مجانا يعني، نحاول نكسب ليه السمية ديالو يعني على الانترو يعني، و نقضيه المسائل هدايا يعني، ممكن اللي يصفت التصوير ديالو و ديالو التصوير هدايا يعني، الى حب يدعمنا في البايبال نعطوه يعني العنوة ديال البايبال اللي صفت لنا شي دولار ولا جوج يعني، ما بغاش ماشي مشكل يعني، احنا بغينا غير الدعم ما بيناتنا وصافي يعني. ممكن قوالب مجانية للمدونات، قوالب مجانية كما ترون يعني، وهناك العديد من فوتوشوب يعني، هناك العديد من الفئات مثلا يعني صور مصغرة للقناة، مثلا إذا أردت أن تعمل يعني يعني من هنا تحمل يعني هذا الصورة يعني، هذا الفيديو الذي يريك الصورة فقط يعني، هنا يعني تعمل يعني لوجو إلى قناتك يعني أو شيء من هذا القبيل. هناك العديد يا إخوان من المزايا في هذا الموقع، هو موقع مجاني ويعني فيه صور رائعة صراحة. أنا مريض يا إخوان لذلك يعني صوتي يعني غير واضح، أتمنى إن شاء الله أن تدعوني بالشفاء العاجل إن شاء الله.
كما قلت لكم اخوتي يعني اللي بغى يصايب ليه شي لوغو ديال القناه مرحبا كل اللي بغى يدخل متواصل معايا في التعليقات وتواصل معايا في المباشر في الواتساب ولا شي حاجه يعني مثلا نسي واحد الطريقه باش ما يكونش غموض هي الطريقه سهله جدا كتصادر غير 20 ثانيه فقط وكتحمل معك الصوره يعني هو انا قدها بفوتوشوب عندي في البيسي ولعود صرفت عليك صرفت لي السمية باش كتب لك السمية ديالك والمسائل ديالك اللي تحتاج ان شاء الله ولعود صرفت عليك دي قضية سهلة انا بقى تحتاج تشي تعطورات او شيء من هذا القبيل دي ما عليك الا ان تستمر مع الوقت فقط هذا الشيء اللي عليك يا اخي يعني شوفوا شنو قال لينا وجه الفتاة يبدو أن الصفحة التي تحت عنها قد ولت الأرجح لا يعني أن ولي بهذا الوجه متغير متوفر بعد حدود مفضلة دي ماشي مشكلة غير متوفر يعني راه يعني هذا ما بقاش يعني كبل هذا الفئة بالضبط كبلات كاين فئات يعني اللي كيكونوا يعني الطلب بزاف يعني كيتسالاو لان كيخرجوا على شي واحد العدد يعني ما كاينش يعني مثلا هادو يعني فهمتي الناس يعني كيصيب بحال واحد 10 مجانيين وشي الاخر بالفلوس يعني يمكن لك كليك تستافد يعني دوك التصاور المجانيين يعني علامات يعني بلا ما تشري لان هادشي راه مدفوع يعني ولا انا بغيت يعني بحاول نصيب لكم حويجات يعني مجانيين يعني مالكم الا تواصلوا معايا اللي ما يخلصني مرحبا اللي باش خلصني ماشي مشكل يعني غير يدعمنا ماديا او معنويا او بوابه الدعم صح ودايما انا في الشفاء كما قلت لكم كاين حويجات مجانيين كاين حويجات بالفلوس اللي مثلا هذيك يعني ما بقاتش يعني اللي كتسال على ديك الكميه اللي كيكون عاطيها صاحب ديك الموقع يعني هذا موقع مدفوع يا اخوان ولكن سأودي لكم مجانا ان شاء الله باش الفيديو ما يجيش طويل بطبركم بالطريقه باش تخدموا بهذا الموقع يعني مثلا يعني بحال دابا هاد التصوير هادي كدير لها رابط مختصر يعني واللي بغى يدخل ليها يعني كيختصر رابط ويدخل ياخذها بالمجان لانك انت لقيتي له الموقع يعني مدفوع بالمجان الا بغى التصوير يدخل يختصر الرابط ويدخل هادي يعني باش تتربح هو يربح يعني الانسان يبغي الخير يحب يتعاون عندنا 15 ثانية ما تعني لك والو يعني بالوقت ديالك يعني 15 ثانية بحال كتعطيك بعد 10 دريال بحال اللي دخلتي ديتي التصويرة تشريها بعد باقي خمسة تشريها ب 5 دولار خديتيها فابور خديتيها ب 10 دريال الانسان ما يكونش يعني كاع قاس حتى ديك الدرجة يعني الانسان يحاول يتعامل مع خوتو لان انا حنا يعني ماشي هذا هو المصدر ديال الدخل ديالنا يعني ولكن الحمد لله يعني يعني حنا ما كنكبوش كرشنا الحمد لله حنا غير ماشي غير دقة دقة يعني سواء صورنا الفلوس سواء ما صورناش يعني المهم بعدا يعني عايشين بحرية الحمد لله يعني ما كتحكم فينا حد ما كتحكمو في حد انا راضي بداك الشيء اللي عطانا الله يعني الحمد لله ما عادش يعني مثلا نكلف على راسنا وما عادش نجي باش نطلبوا شي حاجه اللي ماشي في المستوى ديالنا يعني كنحمد الله على داك الشيء اللي عطانا ربي راه ما يبغي حد علي حد حنا المهم دابا كان راضي بهذا الشيء اللي عطينا الله سبحانه وتعالى وفرحان الحمد لله يعني عايش بخير الحمد لله ما كنتسامح حتى شي واحد ما كنتسامح حتى شي واحد عايش الحمد لله الحرية الحمد لله على الصحة وعلى العافية اللي عطانا الله سبحانه كاين اللي ملقاهاش كاين اللي عنده فلوس وما عندوش الصحة يعني ما الحمد لله شي اللي الانسان يقول كما قلت لكم يعني كتحاول تختصر رابط لهاد الصورة مسألة سهلة يعني ما كتطلب حتى شي حاجة كتطلب غير شوية الصبر لأن أنا دابا عندي الكونيكسيون شوية ضعيفة هاديك الشيء دابا هادشي التصويرة
إن شاء الله كل شيء يتقاد. نشتو نفتحت الصفحات بزاف داك الشيء.